قعدتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنهتم ان احنا نلقي عينا على المواقع والصحف الغربية والأمريكية وحديثها عن الوضع في قطاع غزة وما يحدث هناك. والحقيقة هنتكلم تحديدا النهاردة عن الصحف والمواقع الفرنسية اللي اهتمت بشكل كبير بالاتفاق بشأن المحتجزين في غزة والوساطة المصرية اللي من شأنها انهاء الحرب على القطاع. خلونا جمانة نعرف أكتر مع حضراتكم تفاصيل وأهم العناوين والمنشطات في الصحف الفرنسية لما يحدث في قطاع غزة مع ضيفنا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير أستاذ صلاح. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا. اسمح لي نبدأ مع حضرتك من صحيفة لوفيجارو اللي أبرزت أزمة المحتجزين والوساطة المصرية، كتبت تحت عنوان الاتفاق مع حماس بشأن الرهائن تفاصيل معالجة أزمة غزة والهدنة كما تناولتها الصحيفة النهاردة. هو طبعا الصحيفة الفرنسية صدرت قبل يعني موافقة الطرفين على صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين، سواء الجانب الإسرائيلي أو حماس والمقاومة الفلسطينية. بالأمس مساء تمت الاتفاق على هدنة لمدة 4 أيام تسري من يوم الخميس، على أن يتم التبادل بين يعني الأسرى لدى المقاومة 50 من النساء والأطفال مقابل 150 من الأسرى الأطفال تحت سن 18 سنة والسيدات المحتجزات لدى السلطات الاحتلال الإسرائيلية. هذه الصفقة هي الدفعة الأولى من صفقة الأسرى بين الجانبين بعد أن كانت هناك مفاوضات شاقة على مدى الأيام والأسابيع الماضية، لكن تعرضت هذه العملية لمحاولات من جانب الحكومة الإسرائيلية بغية أنه يعني حكومة إسرائيل كانت تحاول الوصول إلى هؤلاء الأسرى بكل السبل خلال المواجهات التي تمت، لكنها فشلت وفي النهاية يعني أيقنت أن التفاوض هو الحل الأمثل للوصول إلى مثل هذه الصفقة. طبعا المسألة الآن تتخذ منحا آخر بعد أن كانت الحكومة الإسرائيلية تعارض مثل هذه الحلول في البداية، وكانت وجهة النظر الإسرائيلية يعني تحاول القضاء تماما على حركة حماس، وهو الأمر الذي اكتشفت أنه بعيد المنال حتى هذه اللحظة. وفي النهاية أيقنت أنه لا سبيل ولا مناص إلا باللجوء إلى التفاوض والحصول على صفقة تبادل كما كان يجري قبل ذلك. أستاذ صلاح، وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية بتعود بتصريح على مونكارلو الدولية وبترفض إعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع وبترفض عودة السلطة إلى غزة. لو رحنا في قراءة تفاصيل هذا الخبر، خصوصا أنها صادرة عن مسؤولين حاليين بيحتلوا مناصب حساسة في الحكومة الإسرائيلية. هو طبعا للأسف الشديد هناك مواقف عنصرية أصبحت بغيضة وأصبح العالم يعني يواجهها بشيء من التهكم والسخرية، لأنه أولا قطاع غزة هو أرض محتلة. يعني ما يجري من تصريحات داخل يعني على ألسنة وزراء في الحكومة الإسرائيلية للأسف الشديد لا يعبر بأي حال من الأحوال عن ساسة يعني ينبغي أن تكون تصريحاتهم مدركة للحظة التي يعيشون فيها. لكن يعني كما وصفها أحد الساسة من قبل أنه ده سلوك مش سلوك دولة، يعني سلوك الدول يجب أن يتماشى مع القوانين والأعراف الدولية على الأقل. المسألة أصبحت الآن يعني مسار سخرية لكثير من دول العالم، لأنه تصريح وزير المالية الذي سبقها أنه قطاع غزة يجب أن يتم تهجير الفلسطينيين، وبعد ذلك وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية التي طالبت بتهجير الفلسطينيين إلى دول العالم، وبدلا من أن يقدم العالم معونات لهؤلاء لإعادة تسكينهم وإعادة إعمار ما تهدم، ينبغي أن يقدم هذه المعونات لمحاولة يعني سفرهم إلى بعض الدول التي من الممكن أن
تستقبلهم، وغير ذلك من التصريحات البغيضة التي أصبح الآن العالم ينظر إليها بشيء من السخرية، والرأي العام العالمي الآن ضد هذه التوجهات تماما. ومصر منذ اللحظة الأولى يعني دعت إلى أن إلى حل جذري لهذه القضية واللجوء إلى حل الدولتين باعتباره هو الحل الأمثل لهذه القضية التي استعصت على الحل حتى الآن. وأعتقد أنه هذه التصريحات لن تجد لها أي سبيل وسينظر إليها بشيء من السخرية، وأعتقد أن هناك تحريك لهذه الجرائم أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية. فأعتقد أن هذه التصريحات غير المسؤولة، يجب أن يحاكم من يقول يعني من يتحدث عنها، لأنه مسألة التهجير القسري هي مسألة ضد القانون الدولي والقانون الإنساني. فإذا كان وزير في الحكومة الإسرائيلية يعني يطالب بمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية، فلنا أن نتصور أنه يعني هذه الحكومة التي تحكم إسرائيل الآن يعني بهذا السلوك وهذه العداءات التي تمارس على الأرض وقتل المدنيين والاستهداف المستشفيات وغيرها، يعني مثلا كان استهداف مستشفى شفاء من أجل البحث عن أسرى تحته وأنفاق تحته، ولكن قبل كل ذلك بشيء من يعني السخرية من جانب العالم، لأنه اكتشفوا أنه لا توجد أي من الادعاءات. ده كان عنوان كمان أستاذ صلاح، ده كان عنوان من صحيفة الموند، يعني مخاطر العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء في غزة بعد 5 أيام من دخولها داخل هذه المستشفى. حضرتك طبعا يعني إزاي تابعت الصحيفة هذا الإجراء من قبل إسرائيل، وإنه حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تنجح في العثور على أي أدلة بتؤيد روايتها أن هناك مقر للمقاومة أو حماس أسفل هذه المستشفى، مجمع دار الشفاء الطبي؟ الصحافة الفرنسية وتحديدا لوموند عالجت هذا الموضوع إزاي؟ طبعا هو الحديث عن وجود أنفاق تحت مستشفى الشفاء تحديدا، والحديث عن وجود أسلحة داخل المستشفى، شاهدنا عرضا لبعض الكلاشينكوف أو غيره وبعض الوثائق التي كانت تدعي الحكومة الإسرائيلية بأنها وجدتها داخل المستشفى وغيرها. أعتقد أنه الآن ثبت يعني بما لا يدع مجال للشك أنه أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في هذه العملية وفي هذه الحرب بنيت بفشل ذريع. يعني أولا عملية 7 أكتوبر على النحو الذي شاهدناه بها والعالم يعني تحدث عنها وشاهدها على مرأى ومسمع من الحكومة الإسرائيلية، فشل ذريع في الاستخبارات، فشل سريع في كيفية المواجهة. يعني أولا مجموعة مسلحة ومجموعة من المقاومين استطاعوا النفاذ إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وداخل المستوطنات ونفذوا هذه العملية على هذا النحو، إلى جانب أنه تحت مستشفى الشفاء بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تجد أي شيء أو يدل على وجود أسرى. صحيح، يعني حتى تحدثت الجريدة يا أستاذ صلاح عن أنه قوات الاحتلال بالفعل بتكافح للوصول على أي أدلة حتى تحفظ ماء وجهها أمام العالم. بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، نشكرك جزيل الشكر.